أهلا بكم متابعي قناة أخبار عربية ومعلومات. من المرجح بنسبة كبيرة أن مباراة يوم الثلاثاء بين المنتخب الوطني المغربي والكونغو لن تلعب. لاعب المنتخب الكونغولي رفض السفر صباحا إلى المغرب بسبب عدة مشاكل، منها قرار وزارة الرياضة الكونغولية بتكفلها بتذاكر الطيران ذهابا فقط، بالإضافة إلى أن تكاليف معدات اللاعبين تغطى من جيوب طاقم المنتخب. وليس ذلك فحسب، بل تم إلغاء زيارة اللاعبين لرئيس الجمهورية لمناقشة مشاكل المنتخب.